أهلا وسهلا بكم لنتابع شرح المراحل التحضيرية لمن يريد الانتقال لاستخدام إحدى توزيعات لينكس. في هذا الدرس سنرى الإمكانيات المتاحة لتحميل كل من توزيعات لينكس من توزيعات أوبونتو وتوزيعات إليمنتاري أو إس، وسنرى أيضا الإمكانيات المتاحة للتحقق من سلامة الملف المحمل بعد انتهاء عملية التحميل. نحن نركز على توزيعات لينكس مانت لأنها تعتبر من أنسب التوزيعات بالنسبة للمبتدئين، ونشرح باختصار Ubuntu وElementary OS Luna لأن هناك تشابه كبير بين هذه التوزيعات فيما يخص المراحل التحضيرية. في الدروس السابقة رأينا الفرق بين الإصدارات العادية والإصدارات LTS، ورأينا أيضا الفرق بين إصدار 64 بت و 32 بت، وكيف يمكن أن نختار الإصدار الأنسب بالنسبة لنا. من لمشاهدة تلك الدروس يمكنه متابعتها على قناة المجمع في يوتيوب أو على المجمع، الروابط تكون دائما في وصف الفيديو على يوتيوب. الآن كما قلت سنركز على عملية التحميل، إمكانيات التحميل وإمكانيات التحقق من سلامة الملف المحمل. سأشرح على لينكس مانت كما العادة، أركز على هذه التوزيعة وأختار هنا تحميل الإصدار الأحدث، الإصدار 16. إذن أضغط على الرابط وأدخل إلى هذه الصفحة التي تعطيني عدة خيارات للتحميل على حسب الواجهة وعلى حسب المعمار. إذن 32 بت أو 64 بت لكل خيار، وهنا الواجهات سينامون، كي دي اي، ميت، واكس اف سي. في هذا الدرس لن أشرح الفرق بين الواجهات وأركز على التحميل فقط. الواجهات يمكن أن نعود لها بتفصيل أكثر في درس آخر نشرح ما هي الاختلافات بينها وعلى أي أساس يمكن أن نفضل واجهة على أخرى، رغم أن الاختلاف على حسب ما أعتقد مسألة ذوق فقط بالنسبة لمن له جهاز جيد. بالنسبة لواجهة سينامون هي التي سنتعامل معها، ونختار الخيار الأول أو الثاني على حسب هل يدعم جهازنا 32 بت فقط أو حتى 64 بت. بالنسبة لي يدعم جهازي 64 بت، لهذا سأفضل تحميل الإصدار 64 بت، وهنا تظهر لي الصفحة الخاصة بالتحميل. إذن هنا عدة معلومات عن الإصدار، ما يهمنا في هذه الصفحة هي الروابط الخاصة بالتحميل. هنا نجد روابط مباشرة للتحميل على حسب المنطقة، أنت من الأفضل أن تختار رابط يكون لمنطقة قريبة منك. بالنسبة لي سأختار هذا الرابط، أضغط عليه تبدأ عملية التحميل مباشرة. أقوم بوقف العملية لأني قمت بتحميل الملف مسبقا. من يفضل تحميل ملف تورنت ف هذا هو ملف التورنت، تقوم بالضغط عليه فيتم تحميل التورنت، وتقوم بفتحه ببرنامج للتحميل بالتورنت، فتكون النتيجة النهائية بعد انتهاء عملية التحميل سواء التحميل المباشر أو التحميل عبر برنامج تورنت تكون ملف بامتداد ISO على هذا الشكل. أنا أعتقد أن أغلب من يتابعون هذا الدرس يستخدمون ويندوز، لهذا سأشرح أيضا على ويندوز. في الجهاز الوهمي لدي هنا ويندوز، التحميل يكون من متصفح، إذا أنك تتبع نفس المراحل التي شرحت قبل قليل، والنتيجة النهائية ستكون ملف على هذا الشكل، إذا بامتداد ISO نفس الملف. بعد أن نقوم بعملية التحميل وتنتهي عملية التحميل، من الأفضل أن نتحقق من سلامة الملف المحمل، هل فعلا الملف الذي تم تحميله سليم ولم يقع أي عطب أثناء التحميل أم لا؟ هذه العملية بسيطة جدا، لذلك أنصح بها رغم أنها ليست ضرورية دائما، لكن أنصح بها لأنه يمكن أن يحدث لك مشكل أثناء عملية التثبيت في حال كان الملف المحمل به عطب، وإن كان حظك سيء جدا يمكن أن يقع لك المشكل بعد بدء عملية التثبيت، أي بعد أن تقوم بتقسيم القرص الصلب ويبدأ النظام بتثبيت نفسه فيجد عطب في الملف المحمل ويقف التحميل، فتجد نفسك أمام جهاز غير قابل للاستخدام، خصوصا إن لم يكن لك جهاز آخر أو لم يكن لك نظام آخر على جهازك. إذن من الأفضل أن تقوم بعملية التحقق من سلامة الملف المحمل لأنها عملية سهلة وبسيطة جدا كما سنرى في هذا الدرس. على ويندوز يمكنك أن تقوم بعملية التحقق باستخدام برنامج يسمى WinMD5Sum. تقوم بتحميله بالرابط الذي سأضع في الموضوع الكتابي، فقط تقوم بالضغط على الرابط وسيعطيك خيار التحميل Save File، وتقوم بتثبيت البرنامج بخياراته الافتراضية. البرنامج حر ومجاني. بعد عملية التحميل تقوم بفتح البرنامج وسيكون على هذا الشكل. تضغط على هذه الأيقونة
وتنتقل إلى ملف الايزو الذي قمت بتحميله. تضغط على افتح. أنا قمت بفتح البرنامج مسبقا وتضغط على calculate ليقوم بحساب ما يسمى ب MD5 sum. هذا الرقم موجود في صفحة التحميل كما لاحظتم ربما. MD5 هذا الرقم موجود هنا، فهو الذي يمكننا من التأكد من أن الملف المحمل سليم. لو وجد البرنامج نفس الرقم فمعنى ذلك أن الملف المحمل سليم. إذن بعدما تقوم بعملية فتح البرنامج والضغط على كالكوليت سيأخذ بعض الوقت ويعطيك هذا الرقم. أنت تقوم بنسخ ما يوجد في الصفحة، تقوم بنسخه ولصقه هنا في الأسفل لمقارنة الرقمين، يبدو أنهما متساويان، وتضغط على هنا على compare مقارنة، فسيعطيك هنا إن كان الرقمين متشابهين أي متساويان سيعطيك أنهما are the same، هما نفس الرقمين. إذن الملف المحمل سليم أو لم تقع أثناء التحميل أي مشكلة. إن كنت تستخدم توزيعات لينكس فيمكنك التحقق من سلامة الملف المحمل عن طريق الطرفية. هنا قمت بنسخ الملف المحمل في مجلد المنزل كي يكون التحقق من الملف سهل. فكل ما تقوم به هو إدخال الأمر MD5SAM متبوع باسم الملف في حال كان في مجلد المنزل أو بمساره كاملا في حال كان في مجلد آخر، وتضغط على Enter. تنتظر قليلا فسيعطيك هذا الرقم مع هذه النتيجة. تقوم بنسخه Ctrl Shift C بالنسبة للنسخ من الطرفية، تعود لموقع التحميل وتضغط هنا على Ctrl F للبحث، تقوم بلصقه Ctrl V، فيجب أن يجد أنه نفس الرقم الذي قمت بالحصول عليه من داخل الطرفية كما لاحظنا. على توزيعة Ubuntu يمكنك التحميل من الرابطين إصدار المدعوم لمدى طويل، الإصدار الأحدث، أو هنا في الأسفل لديك خيارات الدخول ل إصدارات 13.10 مع MD5 الخاص بها أو إصدار المدعوم لمدى طويل الأخير. ندخل إلى هذا الخيار ونلاحظ أنه هنا لدينا عدة خيارات كما رأينا في لينكس مان، خيارات على حسب المعمارية 32 بت أو 64 بت، تورنت أو رابط مباشر أو ميتالينك. هناك عدة خيارات بالنسبة لأوبونتو وبالنسبة للMD5 سام للتحكم من سلامة الملف، فتضغط على هذا الرابط فيعطيك هنا الأرقام المناسبة للإصدارات التي متاحة للتحميل. من حمل إصدار 32 بت فهذا هو الرقم الخاص به، يقوم بالتحقق بنفس الطريقة. بالنسبة لتوزيعات Elementary OS تضغط على رابط التحميل، هنا ستجد 64 بت، 32 بت، رابط مباشر أو رابط تورنت، تختار أيهما وتضغط على Download فيتم بدء تحميل الملف. وللتحقق من سلامة الملف المحمل هنا في هذه الصفحة تجد MD5 الخاص بالإصدار 64 بت و MD5 الخاص بالإصدار 32 بت. سأضع رابط هذه الصفحة في الدرس الكتابي. إذن في هذا الدرس رأينا كيف يمكن أن نحمل كل من توزيعات لينكس مان وتوزيعات أوبونتو وتوزيعات إليمنتال أو إس لونا، وكيف يمكن أن نتحقق من سلامة الملف المحمل. في الدرس المقبل سنرى كيف يمكن أن نقوم بحرق الملف المحمل على DVD أو على وحدة تخزين USB قابلة للإقلاع. إذن إلى ذاك الدرس نلتقي إن شاء الله. إلى اللقاء.